أعلن صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تكفله بتأسيس مقر دائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. جاء ذلك خلال لقاء سموه قبل ظهر اليوم في إدارة الدكتور سلطان القاسمي المشاركين في اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مرحبا بهم في إمارة الشارقة ومعربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يحفز على الاستمرار في العمل الثقافي والأدبية. في إطار اهتمامات سموه الأدبية والثقافية، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في إدارة الدكتور سلطان القاسمي. التقى المشاركين في اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حيث رحب سموه بهم في إمارة الشارقة معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يحفز على الاستمرار في العمل الثقافي والأدبي. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أعلن خلال كلمته التي ألقاها عن تكفله بتأسيس مقر دائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، يكون مقرا للتواصل وحاضنا لأنشطته الثقافية المتنوعة ولدعم مسيرته الأدبية وإنتاجه الثقافي، بالإضافة للتخصيص وديعة احتياطية تدعم من يتعثر من الأدباء والكتاب العرب لتمد يد العون لهم وتساعدهم للاستمرار مع السفينة الثقافية بما يحملونه من فكر وثقافة. لأن بالشكل هذا يعني نجتمع مرة ونخفت لين يأتي المؤتمر الثاني ونسكت، لا يوجد إنتاج، والإنتاج يكون كل واحد فينا منتمي لهذا الاتحاد يكون هو همزة الوصل مع بعضنا البعض. إذن كيف يكون مع بعضنا البعض إذا لم يكن لنا مقر، ما يكون لنا مكان، ما يكون لنا على الأقل نتواصل يعني. فلذلك يعني كان الدكتور حبيب يعني استسمحناه يعني نقول له أن نحن خصصنا مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وتخصيص هذا مقر يكون يعني للقاءات وللتواصل وللترتيبات. كان يعني هذا اللقاء كان في الشارقة، كان في دمشق، كان في بغداد، في أي مكان، لكن يكون هناك حاضنة لهذا المكان. ولذلك نحن نقول أن نحن على استعداد، أن المكان جاهز ونستطيع نتكفل بكل ما يحتاجه هذا المقر، يحتاجه في التكاليف، يحتاجه في مؤتمراتكم، يحتاجه في طباعة المجلة التي أصواتكم ستكون فيها، كل هذه الأمور. إلى جانب ذلك يكون هناك وديعة احتياطي، هذه الوديعة يعني تكون سند لمن يتعثر، لو ونحن نمشي وقع منا واحد لابد أن نمد إيدنا له، فهذه بيكون هناك يعني وديعة موجودة يصرف منها، هي وديعة للمقر ويصرف منها لأي إنسان تعرض لأي شيء. يعني سبحان الله الدنيا ما تخلى، ونحن الآن في عالم يعني معظمنا مشرد ومهدد، ولذلك نكون هذا المقر سند، لا ننظر لا لألواننا، ولا نحن عرب مجتمعين لكلمة الحق، لا نقول في السياسة ولا نقترب منها. ولذلك هذا الدعم لكل واحد، والله لا نكشف عن سريرته وإنما هو منتمي إلينا، هناك فيه تواصل ونحن نقوم بهذا التواصل، ولكن يعني الحركة بطيئة، وهو التواصل مع العالم الآخر، وهذا نحن همنا. لكن ما استطعنا أن نتواصل بالقدر ما لكم أنتم من باع. يعني عندنا
الإخوة من المغرب العربي لهم تواصل كبير في بلدان أوروبا، كان من هولندا إلى باريس إلى إيطاليا لهم يعني تواصل، فهم أقرب حتى إلى ثقافتهم يعني. نحن هنا كذلك لنا بمن استعمرنا كذلك لنا تواصل معه يعني، ولذلك في اقتراح اللي هو مؤتمر الأدب العربي العالمي، هذا يعني يجتمع كل سنتين، لكن مش يجتمع ينس كل سنتين وينفض، لا، نحن نريد كل سنتين نأتي بالحصيلة. وانت تعرف نحن هنا عندنا اللؤلؤ، هذا يخرج من أعماق البحر وطول النهار هذيلا يغوصون، وفي آخر النهار يجون على سطح السفينة وجايبين الحصيلة. نحن نريد هكذا، بنغوص سنتين، نعرف بس سنتين مش يكون عجاف، لا، يكون في نشاط عشان لما نجي نحن بعد السنتين وإذا الحصيلة كبيرة نجتمع وما نقول نحن هنا في الشارقة، لا، لأن هذا يكون يا أما في بلد من بلدان العربية ويا أما بلد أوروبي عشان نجمع الآخرين معنا، ولا بد أنتم تساعدوننا، تساعدوا من الطرف الآخر اللي يجي معنا كذلك، مش نحن نروح نحط إيدنا في من يسبنا ويلعننا، لا، نريد من يقبلنا. ولذلك يعني هذا المؤتمر يعني الذي سيعقد إن شاء الله متى ما أردتم، نحن يعني نتكفل يعني بكل حاجة عشان نوصل نحن إلى أوروبا، أو نحن نوصل إلى بلد مثلا، نلتقي بالقاهرة، نلتقي في ولو في أوروبا بيكون أسهل مما، لأن الدورة الأولى في القاهرة طويلة، ونعمل القاهرة ونعمل البلد المضياف. ولذلك نحن نتكفل بهذا المؤتمر، ليس مؤتمر واحد وإنما جميع المؤتمرات. بدورهم ثمن أمين عام وأعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة في خدمة المجال الثقافي والأدبي، وتأسيس مقر للاتحاد العام، وتخصيص وديعة لدعم الأدباء والكتاب بما يوفر البيئة المحفزة للإنتاج الثقافي والاستمرار فيه. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد تجول رفقة الضيوف في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، والتي تضم الكثير من مقتنيات سموه من أوسمة وجوائز وشهادات وقاعات لعرض الأفلام حول تاريخ الخليج، بالإضافة إلى الوثائق والمخطوطات التي تؤرخ للتاريخ العربي وتاريخ القواسم، وقاعات للصور التي جمعت صاحب السمو حاكم الشارقة برؤساء الدول والقيادات العالمية طيلة السنوات الماضية.